تغرز وداد إبرة الإصرار في شق الحياة الكبير، تحاول أن تقطب ما مزقه الزمن. تجلس منذ الصباح وحتى الظهيرة أمام ماكينة الخياطة هذه رفيقة دربها التي أصبحت بمثابة أحد أبنائها. تقول بالنسبة لهاي الماكينة هي ذراعي اليمين، يعني من وراء الماكينة أنا عايش أطفالي بهاي الظروف الصعبة. ظروفنا لأن تعرف أنت ظروفنا كل الصعبة، نعتبر واحدة من الأديان. أنا قاعدة عليها من الساعة 7:30 الصبح تقريبا إلى الساعة 2:15، إحنا يلا نطفيها. أجواء المعمل قبل كلش مليحة، أحسن من هالساعة، يعني كان معمل كبير، مكان كبيرة، كادر كان أكو كثير. تضرر هذا المعمل كثيرا نتيجة العمليات العسكرية، نهبت محتوياته من قبل عناصر التنظيم آنذاك وتم نقلها إلى سوريا. أكثر من 90% من بناه التحتية دمرت. ضعف إمكانيات وزارة الصناعة والمعادن أدت إلى بقاء الحال كما هو رغم مرور سنوات على التحرير باستثناء بعض أعمال الإعمار. فوجئنا بحجم الدمار بعد إكمال عملية التحرير ومباشرتنا في المعامل. شكلنا لجان لجرد الأضرار في كل المعامل، تبين أن هناك نسبة ضرر كلش كبيرة وبالذات في معمل غزل والنسيج ومعمل الألبسة والذي حيث بلغت هذه النسبة أكثر من 90%. معمل غزل والنسيج 90%، معمل الألبسة والذي يعني ما يقارب 85% إلى 90%. الموظفين اللي كانوا يعملون في هذه المعامل، كان هناك عندنا بحدود 4000 موظف يعملون ما بين هذه المعامل اللي ذكرناها. طبعا هناك خطط لإعادة الإعمار، فورا تم جرد الأضرار وجرد المكائن والخطوط الإنتاجية المتضررة ورفع موقف إلى وزارة الصناعة والمعادن. للأسف لحد اليوم لم يتم تخصيص أي مبلغ لإعادة الإعمار أو إعادة تأهيل هذه المعامل، مما اضطرنا إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية العاملة في مدينة الموصل. اليوم احنا أعدنا بعض الخطوط الإنتاجية اللي راح إن شاء الله تشوفوها وتوثقونها، اللي هي في معمل ألبسة ولدي وكذلك في معمل غزل والنسيج. ويغطي هذا المعمل حاجة دوائر صحة نينوى من أغطية الأسرة والوسادات، إضافة إلى بعض دوائر المحافظة الأخرى. لكن ثمة تحديات تواجه هذه المنتجات لغياب السيطرة النوعية ومنافسة المستورد، ما جعل المنتج الوطني في موقف لا يحسد عليه. قدرنا نأهل جزء بسيط من المعمل، ما يعادل 20% من الطاقة الكلية طبعا للمعمل. إنتاجنا قل طبعا بسبب عدم توفر المواد الأولية، المكائن، البنى التحتية تعرضت إلى دمار كبير. الأسواق المحلية تنافسنا لأنه أولا ماكو سيطرة نوعية، رقابة، ماكو ضريبة، فاعتياد المستورد يكون منافس لنا. لو كان اكو سيطره نوعيه مثل ما موجود عندنا احنا بمعاملنا اكيد كان منتجنا يكون يعني رقم واحد على المنتجات المستورده. من الموصل، محمد طلال، قناه زاغروس الفضائيه.